رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة وفي بداية الجلسة رحب المجلس بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها المملكة الجمعة القادمة كما تناول المجلس مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل اليه من خلال المحادثات التمهيديه مع من الاتفاق على الالتزام بحمايه المدنيين ويجدد التاكيد على مواصله المملكه جهودها حتى يعود الامن والاستقرار الى السودان واشاد مجلس الوزراء بما حققته الحملة الامنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الاجرامية ومحاولة الترويج هذه الافة ومنع تهريبها الى المملكة حماية لابناء الوطن ومكتسباته. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله من بينها الموافقة على نقل اختصاص اصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية من التجارة الى التعليم. وكذلك الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على أربعة